بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر أحكام الوضوء وما يتعلق به، ناسب أن يذكر نواقض الوضوء أي مفسداته، فالنواقض جمع ناقض وهو المفسد، ذلك أنه لما تكامل الوضوء بأحكامه قد يعرض للمتوضي ما يفسد هذا الوضوء، وهذه المفسدات محصورة فيما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب. فقال: ينقض ما خرج من سبيل، هذا الناقض الأول، ما خرج من سبيل يعني من القبل أو الدور، من بول أو غائط أو ريح أو أي خارج من السبيلين، فإنه ينقض الوضوء بالإجماع، قوله صلى الله عليه وسلم: إلى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحدث معناه الخارج من أحد السبيلين. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فذكر سبحانه وتعالى أن إتيان الغائط يوجب الوضوء بالماء أو بالتيمم عند عدم الماء، وكذلك ملامسة النساء كما يأتي، ذكر أنها توجب أيضا الطهارة. والشيء الثاني، الناقض الثاني، خارج من بقية البدن. نعم. وهذا على نوعين: النوع الأول إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض، إذا خرج من بقية البدن عن طريق غير السبيلين، وكان بولا أو غائطا، قليلا كان أو كثيرا، فإنه ينقض الوضوء، لأن البول والغائط ينقضان الوضوء إذا خرج من البدن، سواء خرج من السبيلين أو من غير السبيلين. النوع الثاني ما كان غير البول والغائط وهو نجس، خرج من بقية البدن كالدم والقيء والرعاف، فإن هذه الأمور أيضا تنقض الوضوء، لكن بشرط أن يكون الخارج كثيرا، أن يكون الخارج كثيرا نجسا،
بهذين الشرطين، أن يكون الخارج كثيرا، فإن كان الخارج قليلا فإنه لا ينقض الوضوء، وكذلك إن كان الخارج من بقية البدن غير نجس فإنه أيضا لا ينقض الوضوء. نعم. والكثرة والقلة يرجع فيهما إلى العرف، عرف متوسط الناس، فما عدوه كثيرا فهو كثير، وما عدوه قليلا فهو قليل، ولا عبرة بالمتشدد ولا عبرة بالمتساهل، وإنما العبرة بأوساط الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم. نعم. الناقض الثالث زوال العقل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا العقل وهو التفكير، جعله مما يميز الإنسان عن غيره، فما دام العقل باقيا فإن هذا الإنسان تكون تصرفاته منضبطة، فإذا زال عقله فإن تصرفاته تكون مختلة. وزوال العقل يكون إما بالسكر، وإما بالجنون، وإما بالإغماء، وإما بالنوم الكثير، فإذا زال عقل الإنسان بأحد هذه الأمور انتقض وضوءه، لأنه حينئذ لا يدري ماذا يخرج منه وما يحصل منه، ولا يضبط نفسه. فلما كان كذلك فإنه ينتقض وضوءه لعدم تمكنه من ضبط نفسه، قد يخرج منه خارج من السبيلين وهو لا يعلم بذلك لعدم وجود عقله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السه، يعني الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. والنوم نوع من مزيلات العقل ومغطياته، فإذا كان نوما كثيرا مستغرقا فإنه ينقض الوضوء، ولما جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام بلياليها، لكن من بول وغائط ونوم. فعد النوم مع البول والغائط، فدل على أنه ينقض الوضوء إذا كان كثيرا. أما إذا كان يسيرا من قاعد أو من قائم فإنه لا ينقض الوضوء، لأنه قل من يسلم من ذلك، ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، لأنهم كانوا جالسين ينتظرون الصلاة. أما إذا كان النوم من متكي أو من مضطجع أو من إنسان لا يتمكن من ضبط نفسه فإنه ينقض الوضوء بهذا الاعتبار، لأنه مظنة خروج الخارج وهو لا يدري. نعم. قال: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. نعم. ومسه امرأة بشهوة. نعم. الناقض الرابع مس الذكر، مس الذكر سواء مس ذكر نفسه أو ذكر غيره، بشرط أن يكون متصلا، فإن كان الذكر مقطوعا فإنه لا يؤثر مسه على الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن
مس الذكر أمر بالوضوء، قال من مس ذكره فليتوضأ، وفي حديث من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. ولأن مس الذكر مظنة خروج الخارج، فإذا مس ذكره بكفه أو ذكر غيره بكفه ظاهرها أو باطنها فإنه ينتقض وضوءه لهذين الحديثين. ولمسهما لمسهما أي القبل والدبر من خنثى مشكل. الخنثى هو المشتبه الذي لا يدرى هل هو رجل أو امرأة لوجود الآلتين، لوجود الآلتين آلة الذكر وآلة الأنثى، ولا يدرى من أي الجنسين، ولذلك سمي مشكلا. فإذا لمس أحد آلتيه القبل أو الدبر فإنه ينتقض وضوءه، لأنه إن كان أنثى فقد مس فرجه، وإن كان ذكرا فقد مس ذكره، فينتقض وضوء اللامس. ولمس ذكر ذكره، ذكر الخنثى بشهوة، لمس ذكر ذكره بشهوة، وذلك لأنه إن كان هذا الخنثى ذكرا فقد مس ذكره فينتقض وضوء، وإن كان أنثى فقد مسها بشهوة فينتقض وضوءه أيضا. وكذلك الأنثى إذا مست قبل الخنثى بشهوة فإنها ينتقض وضوءها، لأنه إن كان هذا الخنثى أنثى فقد مست فرجها، وإن كان هذا الخنثى ذكرا فقد مسته لشهوة، فلذلك ينتقض وضوءه. نعم. أو تمسه بها، ومسه امرأة بشهوة. نعم، هذا ناقض مستقل، وهو مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وذلك لقوله تعالى أو لامستم النساء، فعد ملامسة النساء من موجبات الطهارة. بعض العلماء فسر اللمس بأنه المس باليد بشهوة، وبعضهم فسر اللمس الملامسة هنا بالجماع، فسر الملامسة بالجماع. وعلى كل حال، على التفسير الأول، إذا مس امرأة بشهوة أو المرأة تمس الرجل بالشهوة فإنه ينتقض وضوء اللامس، لأن ذلك مظنة خروج الخارج، ولهذه الآية الكريمة أو لامستم النساء. نعم. أو تمسه بها، خلصنا من هذا. نعم. ومس حلقة دبر لامس. نعم. ومس حلقة دبر كذلك من اللمس الذي ينقض الوضوء، مس الحلقة الدبر. مس الذكر انتهينا منه، مس حلقة الدبر أيضا عند بعض العلماء تنقض الوضوء، لأنه مس لفرج، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، وهذا فرج. والقول الصحيح أن ذلك لا ينقض الوضوء، لأن الأحاديث إنما وردت لمس الذكر خاصة. أحسن الله إليك. نعم. قال لا مس شعر وسن وظفر وأمرد. لا ينقض مس هذه الأشياء، أول مس الشعر، ثانيا مس الظفر، لأن هذين في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، فلا ينقض من لمسهما وهو متوضي
من لمسهما من غيره وهو متوضي، فإذا مس شعر المرأة فإن ذلك لا ينقض وضوء، أو مس ظفرها فإن ذلك لا ينقض وضوء، لأن هذين في حكم المنفصلين. وكذلك مس الأمرد وهو الصبي الذي دون البلوغ، وذلك لأن الآية إنما جاءت في ملامسة النساء خاصة. وبعض العلماء يرى أن مس الأمرد بشهوة ينقض الوضوء، لأن فتنته أشد من فتنة المرأة وهو مظنة خروج الخارج. نعم. ولا مع حائل، ولا يضر المس من وراء حائل، فإذا مس ذكره أو مس فرجه أو مس فرج غيره مع من وراء حائل فإن ذلك لا يؤثر على وضوئه. وكذلك إذا مس امرأة من وراء حائل فإن ذلك لا يؤثر على وضوئه، لأن المس الذي ينقض الوضوء هو المس المباشر الذي يكون بدون حائل. نعم. ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ما سبق من أن مس الذكر ومس المرأة ينقضان الوضوء إنما هو في حق الماس فقط، أما الممسوس بدنه فإنه لا ينتقض وضوءه لأنه لم يحصل منه شيء ولو وجد من ذلك شهوة، لأنه لم يحصل منه مس، لكن إن خرج منه شيء فإنه ينتقض وضوءه، أما إذا لم يخرج منه شيء فإنه لا ينتقض وضوءه. نعم. في المس يا شيخ يستوي العامد والجاهل؟ أي نعم. وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور. كذلك من نواقض الوضوء غسل الميت، من نواقض الوضوء غسل الميت، لأن هذا قول جماعة من الصحابة، ولأن غاسل الميت لا يسلم غالبا من مس فرجه وتغسيله، فهو مظنة مس الفرج، والصحيح أن غسل الميت لا يوجب الوضوء ولا ينقض وضوء المتوضي، هذا هو الصحيح لعدم الدليل الذي يدل على ذلك. نعم. وأكل اللحم خاصة من الجزور. ومن نواقض الوضوء أكل اللحم خاصة، يعني دون غير اللحم كالكبد والكرش والأمعاء والصارين، هذه لا تنقض الوضوء لأنها لا تسمى لحما عند الإطلاق، هذا معنى قوله أكل اللحم خاصة، يعني يخرج هذه الأشياء من الجزور، يعني من البعير، من البعير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل، فأكل لحوم الإبل ينقض الوضوء لورود حديثين صحيحين في ذلك. نعم. شيخ، ما يستدل به على دخول الكرش والكبد فيما ينقض الوضوء بأن الله لما حرم لحم الخنزير دخل في ذلك كبده وكرشه، هل هذا يجعل الكبد والكرش من الإبل ناقضة الوضوء؟ بعض العلماء يقول هذا، لكن الصحيح أن أكل هذه الأشياء لا ينقض الوضوء، لأنك لو أمرت شخصا أن يشتري لك لحما فجاءك بهذه الأشياء لم يكن عاملا بالوكالة، ولك أن ترد هذه الأشياء لأنها لا تسمى لحما عند الإطلاق. نعم. نعم. قال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. نعم. كذلك من نواقض الوضوء موجبات الغسل، موجبات الغسل كالجنابة والحيض والنفاس، فهذه توجب الوضوء لأنها توجب الغسل،
فإذا أوجبت الغسل فإيجابها للوضوء من باب أولى، إلا الموت، الموت يوجب الغسل لكنه لا يوجب الوضوء. نعم، لا تقرأها كلها، أولها. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. نعم، لما ذكر الوضوء وأحكامه ونواقضه فرع على ذلك بهذه القاعدة العظيمة: من تيقن الطهارة، يعني تيقن أنه على وضوء، لكن شك هل حصل عنده ناقض للوضوء أو لم يحصل، فإن الأصل بقاء الطهارة فيبقى على طهارته لأنها متيقنة، والناقض وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. وكذلك العكس، لو تيقن أنه على غير وضوء ثم شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فالأصل أنه على غير وضوء، فلا بد أن يتوضأ لأنه متيقن لعدم الوضوء وشاك في الوضوء، واليقين لا يزول بالشك فيبقى أنه على غير وضوء. ودليل هذه القاعدة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يشك في صلاته هل خرج منه شيء أو لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالبناء على اليقين، وأنه لا يتحول من ذلك إلا بتيقن حصول الحدث، نعم، بوجود أحد علاماته وهي الصوت أو الريح. وأما ما لم يتيقن حصول الناقض فإنه يبقى على طهارته ويكمل صلاته. نعم. فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. إذا تيقن أنه متوضي وفي نفس الوقت متيقن أنه حصل منه ناقض لكن ما يدري أيهما السابق، عنده يقين أنه حصل منه طهارة ويقين أنه حصل منه ناقض للوضوء ولا يدري أيهما السابق، فإنه يكون بضد حاله قبلهما. فإن كان قبلهما متطهرا فإنه يبقى على الطهارة التي هي الأصل، وإن كان قبل هذا التردد ليس على طهارة فإنه يبقى على غير طهارة، فلا بد أن يتوضأ بضد حاله قبلهما، أي قبل هذين الطهارة والحدث اللذين شك في أسبقية أحدهما للآخر، يكون بضد حاله قبلهما. إن كان قبلهما طاهرا، فإنه يكون الآن محدثا، نعم، لتيقنه أنه انتقل من الطهارة إلى الحدث. وإن كان قبلهما محدثا، نعم، فإنه يكون الآن طاهرا لتيقنه أنه انتقل من هذه الحالة إلى ضدها وهي الطهارة. نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. هذه الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أصغر، يعني من حصل عنده أحد هذه النواقض، نعم، فإنه تحرم عليه أشياء. أولا مس المصحف، المحدث لا يجوز له مس المصحف مباشرة حتى يتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الشيء الأول. أما إذا مس المصحف من وراء حائل أو حمله في كيس أو غير ذلك، يعني مسه من غير مباشرة أو مسه بواسطة القلم
أو بواسطة عود فلا بأس بذلك، لأنه لم يمس المصحف وإنما مسه بواسطة. الشيء الثاني مما يحرم على المحدث الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فيحرم على المحدث أن يصلي، لأن من شرط صحة الصلاة الطهارة، فلا يجوز له أن يصلي بدون طهارة، لأن هذا من باب العبث. والشيء الثالث الطواف بالبيت. نعم. فالطواف بالبيت لا بد له من الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف إلا وهو طاهر عليه الصلاة والسلام، ولقوله لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فدل على اشتراط الطهارة للطواف. نعم. قال رحمه الله: باب الغسل. وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. نعم. لما فرغ المؤلف رحمه الله من الطهارة الصغرى، وهي الطهارة من الحدث الأصغر، انتقل إلى بيان الطهارة الكبرى، وهي الاغتسال من الحدث الأكبر. نعم. فالغسل هو استعمال الماء الطهور على صفة بجميع البدن، استعمال الماء الطهور بجميع البدن على صفة مخصوصة، هذا هو الغسل. نعم. قال: وإن انتقل ولم يخرج. نعم. وموجبه، وموجبه خروج المني دفقا بلذة. موجب الغسل خروج المني من الإنسان دفقا، يعني بقوة وبلذة يجدها من خرج منه، فإذا خرج منه مني دفقا بلذة يتلذذ بها فإنه يجب عليه الاغتسال، لأنه أصبح جنبا لا بدونها، يعني لو خرج منه مني لكنه بدون لذة، كأن يكون مصابا بمرض ويحصل منه خروج المني بدون لذة، فإن هذا لا يوجب الاغتسال، وإنما يوجب الوضوء فقط كما سبق. نعم. من غير نائم. أما النائم فإنه إذا خرج منه مني فإنه يجب عليه الغسل، لأن النائم يحتلم ولا يشعر باللذة. نعم. فإذا قام ووجد على بدنه أو ثوبه شيئا من أثر المني فإنه يجب عليه الاغتسال، لأنه أصبح جنبا، ولو لم يجد لذة، ولو لم يشعر بالاحتلام في نومه، لأنه قد يحصل منه هذا وهو لا يدري، مستغرق في النوم. نعم. وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. إذا انتقل المني من صلبه ولم يخرج من ذكره، وإنما أحس بانتقاله لكنه لم يخرج، فهنا يقول يجب عليه الاغتسال، لأنه يصدق عليه أنه أجنب. فإن خرج بعد الاغتسال لم يعد الاغتسال، لأنه حدث واحد فلا يوجب اغتسالين، هذا كلامه هنا. والصحيح أن مجرد الانتقال
لا يوجب الاغتسال، وإنما الذي يوجب الاغتسال هو خروج المني من الفرج بلذة، هذا هو الذي يوجب الاغتسال. أما مجرد الانتقال من غير خروج الصحيح أنه أن ذلك لا يوجب عليه الاغتسال. نعم. في نهاية لقائنا شكر الله لفضيلة الشيخ ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم مستمعين الكرام حسن استماعكم، وتقبلوا في نهاية لقائنا تحية من زميلي أحمد الغامدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.